قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف 9 أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب. وذكرت الوزارة في بيان أن هؤلاء الأفراد والكيانات قاموا بشراء طائرات خاضعة لرقابة التصدير لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانوتشين إنه يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحيط علما بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير الخدمات لشركات الطيران التي تستخدمها إيران لتصدير التطرف والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة.